البقالي من مدينة العلام، فنان مغربي. نعم، ممكن تكلمنا شوية على التجربة، بداية التجربة الفنية ديالك. التجربة الفنية ديالي كانت أول تجربة في 2007، كنت كنغني الراب. من بعد في 2014 بدلت السين وليت كنغني الموسيقى المغربية، وحاولنا ندمجوا ما بين الراي القديم مع الموسيقى المغربية، وكوننا واحد النوع من الموسيقى اسمه الوايب. نعم، الإنتاجات الفنية من ناحية الكليب. من ناحية الكليب اللي عملتو. الإنتاجات اللي عملتو في الكليب. الإنتاجات اللي عملنا من الكليب، أول كليب كان هو يما الله خطب عليه، صورنا في مدينة العرائش. اللي كان من المخرج ديال عبد الحق الرحالي، وثاني فيديو ديالو غير اللي كان المخرج ديالو هو عثمان نمبر. نعم، واش ممكن تقولنا على المشاركه ديالك في هذه المره المصوره؟ الاغنيه المصوره كانت ماشي اول مره، ثاني مره نسجل. ثاني مره كانت عندنا، المهم داك الشيء داز زوين حيت كيعجبنا الانسان اللي كيعطي هذا الاهتمام وكيستدعينا باش نحضروا حنا اصلا الشيء اللي بغينا. واش يمكن تكون تقولنا على ظروف الانتاج اللي كتنجحوا في هذه الاغنيه؟ ظروف يعني الصعوبات اللي كتعانيوها؟ كنواجهوا حنا صعوبات في سبونسر، يعني ما عندناش الاعلام في مدينه العرائش، ما عندناش. عندكم مستشارين يعني اللي يمكن ياخذ التجربه ديالك يعني ويعمل لك بحال يعني يعمل لك مثلا يسوق المنتوج ديالك ويشوف الاختصارات؟ الى المنتوج ديالي يعني خرج وما عطاش في السوق، يعني ما وصلش، ماشي ما عطاش اصلا. حنا مادام كنقدموا واحد الحاجه حتى كندرسوها مزيان باش تعجب الناس، ولكن ما الا ما تشهرتي بزاف كيقدروا يديو لنا افكار يديو لنا. يعني كاين المانجر بوحدو وكاين المستشار. المستشار هو اللي كيوصلك يعني القنوات الاعلام وديك الشيء، يعني كيعمل لك الاشهار بس والدعايه والاشهار للانتاج ديالك، كيسوق الانتاج بمعنى. اما ويمكن يدعمك حتى ماديا المستشار. يعني ولكن من ناحيه ديال يعني كيتسمى مانجر مدير اعلامي، انتم بالنسبه لكم انتم اللي كديروا الاعمال ديالكم. كنديروا الاعمال ديالنا راسنا. نعم. شنو يمكن تقول علاش الانتاج ديالكم ما كيوصلش، يعني رغم انه مزيان وداك الشيء ما كيوصلش للقنوات يعني والجمهور الواسع؟ حيت حنا ما عندناش الشهره مثلا. حيت ما عندناش حنا دعم ديال الاعلام ودعم مادي، حنا محتاجين شي دعم مادي، حيت داك الشيء كنقدروا نوفروه راسنا. حنا محتاجين الدعم ديال الاعلام، ما عندناش الاعلام في مدينه العرائش. هذاك الشيء واخا حنا بدينا من الموسيقى في القديم، حسبنا باللي الراب يعني هو اللي ما خلاناش نوصلوا، ولكن حاولنا نبدلوا السير وبقى داك الشيء كيف ما كان. وبالنسبه للانتاجات الفنيه ديالكم القديمه اش ممكن تقول؟ او المشاركات في المهرجانات وداك الشيء؟ شاركنا في مهرجانات، في سهرات، سهرات ماشي سهرات كبيره، ولكن المهم. لا، واش ما كتحسوش بالتهميش اللي كتعاني منه المنتجين ولا يعني المنتجين على المستوى؟ كنحسوا بالاهمال، يعني ما كايناش الاهتمام، ماشي يعني حيت حنا كنقدروا مثلا المشاركات الفنيه ديالكم في المهرجانات المحليه ما كتشاركوا، ما تطلعوش الخشبه وتلاقوا مع الجمهور ديالكم؟ لا، ما كتعطيناش حتى فرصه بعداك باش نقدروا نبينوا داك الشيء اللي عندنا للجمهور. حنا فكرتوا انتم ديروا مهرجانات ديالكم باش يمكن توصلوا للجمهور ديالكم؟ يعني كمدام ان الفيروس كيهمشوا. شوف، الاعمال ديالنا ماشي كامل، ما كتوصلش للجمهور كامل، كتوصل واحد النسبه قليله عبر وسائل الفيسبوك يوتيوب. نعم، وبالنسبه للانتاجات الفنيه الجايه؟ ان شاء الله خدامين في واحد، يعني يلا سالينا بتسجيل اغنيه العنوان ديال الطماعات، ان شاء الله كنوجدوا باش نبداو نصوروا الفيديو كليب، يعني باقي خصنا شي حاجه ديال الامكانيات باش نبداو التصوير. نعم، واش عرفتوا راسكم على شي مهرجانات اللي غيكونوا هنا في العريش في الصيف؟ لا باقي. يعني تكونوا او اتصلوا بكم شي؟ ما اتصل بنا يعني شي واحد. يعني اداره يعني اللجان التنظيميه ديال المهرجانات؟ لا، دابا حنا في المدينه ديالنا، يعني حنا ماشي نشكروا راسنا نقولوا حنايا النمبر وان، ولكن يعني حنا عندنا في مدينه العرائش، يعني حنا راه واصلين لواحد القمه من الناحيه ديال السيل اللي كنعملوا الفيديوز، يعني عندنا خدمه راقيه، يعني حنا مكلاسيين، ولكن ملي كيجيو مهرجانات ما كيعيطوش. كاين فترة كتكون كتهتم بالمواهب الشابة، وكنلاحظوا بأن عندهم واحد المعايير، مثلا كيعتمدوا على معيار جهوي ووطني، مثلا كيجيو في شي فن مشهور هذا، وكذلك المحلي والشبابي المحلي إلى آخره. إذا أنتم بالنسبة لكم المانجر ديالكم خصو يكون هو يبحث لكم على القنوات اللي باش تسوقوا الإنتاج، يعني توصلوا الجمهور ديالكم. إحنا ما عندناش المانجر.
حنا ما عندناش مناطق، حنا قلت لك هادشي كنديروه مع بعضياتنا، يعني كاين المخرج، كاين اللي كيسجل لنا ميكساج، كاين مغني، هذا هو الموزع، هذا هي الكليكه ديالنا، يعني هذا هو تيم وورك. يعني ما عندناش اللي مانجر لهذا. من غير الكراهات مثلا ديال الماتريال وداكشي، عندكم صعوبات يعني من ناحيه الماتريال؟ عندنا ما عندناش ماتريال بروفيسيونال 100%، ولكن كاينه واحد 50%. شكرا محمد بقالي، ننتقل كذلك يعني عثمان نمبر 1. يعني هذا هو الى بغينا نقول اسم فني، اسم فني يعني نمبر 1، يعني رقم 1، يعني على توصل الشهره يعني نمبر 1. اش يمكن تقول لنا على التجربه الفنيه ديالك؟ التجربه الفنيه ديالي حاليا دابا مزيان، حيت الاعمال الفنيه ديالي كتلقى واحد رواج قبل مزيان من الناحيه ديال الفيديو كليب، حيت انا هادشي هذا كيعجبني من شحال هذا، من الصغر، ومن الصغر ديالي كيعجبني الصغر، وكنتمنى انني نكون عند حسن الظن. فاش بديتي؟ فاش بديتي كتنتج يعني؟ تقريبا في ديك 2000، عندك 2000 وانا كنصور الدراري، كنصور الدراري الحومون، عملت واحد الفيلم قصير، حتى هو لقى واحد الاعجاب مزيان، ومن تما بديت، تما بديت المسيره ديالي. هي انت ماشي كتغني، انت كتنتج؟ انا منتج. انت منتج؟ نعم. مزيان باش نعرفوا المجال اللي كتشتغل فيه. يعني شنو هي الصعوبات اللي كتواجهك في الانتاج؟ الصعوبات من ناحية ديال الماتريال قليل شويه، كاين يعني كنعدو داكشي اللي عندنا وصافي، عندنا كاميرا، عندنا فلاي كام، كنحاولوا اننا نزيدوا القدام بالماتريال، كنجيبوا الماتريال مزيان. نعم. الظروف ديال التصوير يعني كتلقاو شي مساعدات يعني اللي كتبغيو تصوروا في الاماكن او في الفضاءات العموميه او في بعض الفضاءات يعني؟ بعض المرات كنلقاو مساعدات من عند الناس، مثلا في اخر مره كنا صورنا محمد البقالي في قهوة ديال ليكسوس، لقينا واحد المساعدة وخلانا هما لقاو أننا نصورو، وبعض المرات كيكونو شي مشاكل مكيبغيوش يخليونا نصورو في الأماكن ديالهم. يعني كيمكن تقدمو الترخيص يعني باش تصورو في الأماكن والفضاءات اليومية وبعض الأماكن باقي معينة. باقي ما وصلناش لديك المستوى ديال الترخيص، باقي ما نعم. بالإضافة إلى ذلك يعني الإكراهات المادية اللي كتواجهكم، لأن الإنتاج كيطلب واحد الإمكانيات مالية. يعني باش تكون جوده هذا المنتوج وديك الشيء خصك ضروري تكون عندك كيف ماديه. دابا بالنسبه لكم انت منتج، يعني ملي كتقول يعني كاين المسائل الماديه وكاين المسائل التقنيه من ناحيه الماتيريال اللي عندكم، يعني شنو هما الاكراهات اللي كتواجهكم انتم في الانتاج؟ من غير هذه المسائل ديال المتعلقه بالصعوبات يعني ديال التصوير في بعض الفضاءات وهذا، والمسائل الماديه كيفاش كتدبروها؟ بالنسبه للمشاكل الماديه كيكون كل شويه ديال المشاكل، من ناحيه ديال الترانسبور، من ناحيه ديال شكون، من ناحيه ديال الماتريال حتى هو، حيت ما عندناش شي ماتريال يعني اللي هو بروفيسيونال، وانما كنحاولوا نقدموا احسن ما عندنا، كنمشيو على تقريبا كما كنقولوا علاقه الجهد ديالنا. نعم. هذه المشاركة الثانية ديالك في الميراج. المشاركة الثانية. يعني شنو يمكن تقول لنا على هذه المشاركة ديالك في ميراج الكليب العلائش، يعني نسخة 2019؟ هي تجربة مزيانة، حيت كيدعموا الشباب وكيعطيهم واحد الاهتمام، وكيبينوا بلي انهم ديك الخدمة اللي كيديروها راه ما مشاتش في الخوا، بلي راه كاين اللي كيهتم بهم، كنشكرهم بزاف، حيت كيفرحونا بزاف. واش يمكن تقول على المشاركه اللي شاركتي الكليب اللي شاركتي به السنه هذه؟ المشاركه كانت مزيانه، مع يعني اغنيه الغيره كما تقول. اغنيه الغيره مع الاخ الفنان محمد البقالي والاخ موديست، هي مشاركه مزيانه، وقال لي الشرف انني خدمنا الفيديو كليب ديالو. نعم. والاماكن اللي صورتوا فيها بهذه المناسبه باش صورنا في كازا بلانكا، صورنا تقريبا الكليب كامل تصور في كازا، وتصور واحد البارتي في لي بيسين ديال الدور. نعم. وبالنسبه اللي بغى يشوف هذا الفيديو كليب ديالكم فين يمكن يشوف؟ الاعمال ديالنا كامله كاينه في اليوتيوب، كاينه عند محمد البقالي، الشين ديالو في اليوتيوب سميتها محمد البقالي، تما كاينه الاعمال ديالنا كامله.